السلام عليكم ورحمة الله مشاهدينا الكرام، حياكم الله إلى هذه التغطية الإخبارية الخاصة. عودة الحكومة إلى عدن بعد قرابة 6 أشهر من الإقامة في الرياض، وصل صباح اليوم نائب الرئيس ورئيس الحكومة خالد بحاح إلى مدينة عدن برفقة 7 من وزرائه وعدد من أعضاء البرلمان. راج حبادي المتحدث باسم الحكومة قال إن أول اجتماع للحكومة اليمنية بكامل أعضائها سيعقد في عدن خلال يومين، ويرجح أن يكون السبت المقبل. وفي بيان لخالد بحاح فإن عودة الحكومة إلى عدن جاءت لممارسة مهامها الوطنية، وتعي تماما حجم المعاناة الكبيرة التي يعيشها المواطن في المدن المحررة وكل التحديات القائمة، غير أنها تدرك أن لا مناص من تولي المسؤولية والاستجابة لنداء الوطن. ودعا بحاح إلى التغلب على صوت النزاع وتبني عقلية البناء والتنمية، ومؤكدا على أن الحكومة وهي تقف على عدد من الملفات تولي ملف الشهداء وملف الجرحى اهتماما بالغا، كما أشار إلى أن ملف الإغاثة وإعادة الإعمار وبناء يشكل أولوية الحكومة لتعود الحياة إلى طبيعتها، وبناء مدن تتمتع بروح المدنية وطابعها الحقيقي بعد سنوات عجاف مضت عليها. نتوقف عند هذا الخبر لنناقشه في محورين: دلالة وتداعيات عودة الحكومة إلى عدن، ومدى ومدى نجاحها في مواجهة وتجاوز التحديات الأمنية والسياسية. وسيكون معنا من عدن مدير مكتب رئاسة الجمهورية الدكتور محمد مارم، وكذا الصحفي باسم الشعبي، ومن نيويورك المحلل السياسي إبراهيم القعطبي. ولكن قبل أن نبدأ نتابع هذا التقرير، ابقوا معنا. عودة رئيس الحكومة برفقة 7 وزراء إلى مدينة عدن خطوة انتظرها الناس طويلة، وهي رغم تأخرها تحمل الكثير من الدلالات على المستويات السياسية والإجرائية. من غير المنطقي والمعقول استمرار الحكومة خارج البلاد في ظل وجود مناطق محررة من الميليشيا تواجه تحديات استعادة الدولة وإعادة إعمار ما دمرته الحرب. كانت العودة مطلبا سياسيا وشعبيا ملحا، وتأجيله أكثر من شأنه إحداث المزيد من الفوضى وإتاحة الفرصة أكثر أمام الجماعات المسلحة، وتعزيز سطوة الفراغ وزيادة الفجوة بين الحكومة والشارع اليمني الذي بات يتمسك بأي شكل من أشكال الدولة التي غابت طويلة وأدى غيابها لتجرع ويلات الحرب والتشرد. وجود نائب الرئيس رئيس الحكومة خالد بحاح في عدن برفقة حكومته من شأنه أن يعيد تركيز المجتمع الدولي على الملفات الإنسانية والتنموية التي خلفتها الحرب، ويعجل من جهود إعادة الأمن والاستقرار لمدينة عدن وتسهيل وصول وتوزيع المساعدات إلى بقية المحافظات. العديد من الملفات الشائكة والمعقدة ستواجه الحكومة، لكن وجودها في الميدان أفضل بكثير من استمرار بقائها خارج البلاد بعيدا عن أي تأثير أو دور حقيقي. الكثير من المؤشرات تدل على أن قرار عودة الحكومة كان أيضا مطلبا من دول التحالف التي تريد التعامل مع طرف يمثل الشرعية تعهد إليه بالملفات التي تولتها في عدن خلال الفترة الماضية، وهي خطوة تحمل دلالات ومؤشرات نسبية على نجاح التحالف ولو جزئيا في التقدم على الأرض وترويج فكرة تحقيق انتصار على الميدان، بعكس ما تحاول الميليشيا والمخلوع التشكيك في إمكانية أي طرف في النجاح والسيطرة على مقاليد الأمور في عدن والمحافظات المجاورة. الأيام القريبة القادمة ستكشف فعالية الحكومة وقدرتها على معالجة الملفات الصعبة، ونجاحها في هذه المهمة سيمثل حافزا إيجابيا ومشجعا على طريق استعادة الدولة ودحر الميليشيا. تظل الأبواب مفتوحة على كل الاتجاهات، والكرة اليوم باتت في ملعب بحاح، فهل ينجح في إدارة اللعبة ويحقق انتصارات تشجع على الانتقال للخطوة التالية، ويكون خلالها هو الحصان الأسود الذي يراهن الجميع على نجاحه، وإن غدا لناظره لقريب. أهلا بكم من جديد، عدنا معكم مشاهدينا الكرام في هذه التغطية، وأبدأ مع ضيفي من عدن مدير مكتب رئاسة الجمهورية الدكتور محمد مارم. دكتور مساء الخير. مساء الخير.
أهلا بك دكتور معنا. بداية، عودة الحكومة، البعض يقول بأنها جاءت متأخرة، لكن أن تصل خيرا متأخرا خيرا من أن لا تصل. ما دلالة وصول الحكومة في هذا التوقيت إلى محافظة عدن وسط الملفات الكبيرة التي تعاني منها عدن وأيضا اليمن بشكل عام؟ شكرا لكم وشكرا لقناة زرعيت التي هي قناتنا المفضلة، دائما تنقل الهموم بشكل متسارع. الحقيقة مثل ما قلت يعني عودة الحكومة هي عودة لتلفية تحريك الملفات الاستخداماتية في الأساس الأكبر بالنسبة للمواطن، أن يكون بعد أن تحقق الأمن والأمان إلى درجة مرضية نسبيا وهو يتطور يوم بعد يوم. معك الحكومة قادرة أن تأتي مع العلم أنه لازم لحد الآن لم نتمكن من كيفية إعادة بناء المواقع التي يمكن لهذه الحكومة مباشرة عملها فيها، ولكن إلى حد ما نستطيع أن نتحصل بأن كل وزير كان هو الاتجاه إلى الإدارة العامة المتواجدة الأكاديمية. فرئيس الحكومة وصل بالسلامة اليوم، وأيضا عدد من أعضاء الحكومة، علاوة على ثلاثة أيضا من أعضائها مسبقا متواجدون. العمل هو كثير والناس منتظرة إلى كيفية التماس تعزيز الأمن وتعزيز الخدمات الموجودة في عدد من الإدارات العامة، والتي أساسا بدأها أشقائنا في دولة الإمارات ولعبوا معنا دورا طيبا حتى اليوم في كيفية افتتاح التربية والتعليم، تأمين كثير من المدارس فيها، وأيضا الأمن والأمان في داخل الشرط بمعدل 18 شرطة، وكذلك في النظافة والمياه والصحة والجامعة والمعاهد المهنية والشواطئ وإلى ما ذلك. هذه الأمور أيضا بتواجد الحكومة بشكل مباشر في عدن، لا تتحرك الملفات في داخل عدن فحسب، بل سوف تتحرك الملفات في المحافظات الأخرى والتي أساسا تجد من محاسن هذه الحكومة التي بإذن الله سوف يكون لها طابع. والليلة أيضا كنت متواصل بكيفية الدروس مع معالي الأستاذ خالد بحار، لكن هو في اجتماع في تمام السابعة مع الحكومة المتواجدة في هذه الليلة. في داخل فندق الأخرى. يعني الآن الحكومة تعقد اجتماع مع الوزراء ومع السلطة المحلية في عدن وفصائل المقاومة؟ هو طبعا لديه اجتماع الآن مع الحكومة المتواجدة ومن استدعاهم عدد، وأنا لسه موجود الآن بجانبهم، ولكن كان معنا موعدنا ولكن أجل الموعد إلى يوم غد، والآن هو في اجتماع مع الحكومة حتى يطرح النقاط التي يفترض على حكومته أن تتجه فيها مع دكتور. أبرز النقاط التي أنتم الآن جهزتموها للقاء برئيس الحكومة ونائب الرئيس الأستاذ خالد المهندس خالد بحاح، ما هي أبرز هذه الملفات وأبرز هذه النقاط التي ترونها بأنها ملحة ولا بد من معالجتها قبل كل شيء؟ أولها كثير فتح الموازنة التشغيلية لكل الوحدات الإدارية. اليوم نحن لا يصير في هذه الوحدات الإدارية إلا الراتب، وإذا تحصلت عليه يعني، لكن الحمد لله الراتب في كثير المؤسسات هو يصير، لكن نحن اليوم نريد العمل والحياة الطبيعية تسير بشكلها الطبيعي، فبالتالي الموازنة التشغيلية هي أهم بالنسبة لكل مدير عام. لا يمكن لمدير عام أو محافظة أو مكتب رئاسة الجمهورية أو غيره أن يتجه للعمل ويلزم الموظفين ما لم تكون لديه موازنة تشغيلية. هذه الموازنة موقفة من شهر من بدء الحرب حتى اليوم، على الرغم انها تسير في بعض الاماكن التي فيها الحركه الحوثيه السابقه. جانب اخرى هي كيفيه ايضا تطبيع الجانب الامني وكيفيه الاتجاه في نقاط تعززه بشكل اكبر منها. لدينا امكانيه كويسه في ان نعطي ايضا الجانب الامني والعسكري رواتبهم واللي حصلنا عليها، ولكن نعم دكتور سنتحدث نعم دكتور سنتحدث عن الملف الآخر ونركز على الملف أيضا الأمني، ولكن دعني أنتقل الآن إلى الصحفي الأستاذ باسم الشعبي أيضا من عدن. إذا يبدو أن باسم غير جاهز. طيب دكتور، إذا تحدثنا عن، هناك من يقول بأن التحديات الأمنية يعني في عدن أصبحت كبيرة جدا، وهناك العديد من المسلحين يعيقون تواجد الدولة وممارسة مهامها من أقسام الشرطة ومن الإدارات الخاصة في يعني في الجهات الأمنية والعسكرية في محافظة عدن، إلى أي مدى ستسعى الحكومة بعد أن وصلت اليوم إلى عدن جاهدة في تأمين هذا الملف وترتيبه بالشكل الصحيح؟ الحقيقه ان هذا الامر غير مغلق الى الدرجه التي تبادلها البعض، لكن عندنا مسؤول في الجانب الاعلامي في ايصال المعلومه الى الناس حول ماذا يجري وما هي التهيئات التي تمت حتى الان.
المواطن في كل مواقع، ومن ضمنها ايضا المواطن الذي هو ضمن المقاومه يشعر بخوف من المستقبل. الكثير منهم عندما اساسا تشاع عليهم انه حامل السلاح وما الى ذلك، لكن نعم لديهم السلاح لكنهم ليسوا موضع عرقله، لكن الكثير منهم في اماكن معينه امام مؤسسات معينه هم يقومون بالحفاظ عليها، يشعر انه اليوم متواجد فيها والوقت طويل ولكنه لم يجد ما يعود به عائلته، وبالتالي هو يقول اين نحن من ذلك؟ اريد الحكومه، اريد الدوله ان تلتفت علينا. نحن لدينا ترتيبات، ولكن هذه الترتيبات لا زالت تنخفض في تكليف ايصال اي امر الى هذا في المقاومه او للمواطن العادي في الوقت واستخدام الوقت بشكل كبير. السبب الاساسي انه طريقه تنظيم العمل من اجل ايصال هذه الاشياء بشكل سريع الى المواطن والى شباب المقاومه لا زالت ليست بالدرجه العاليه، والسبب الاساسي انه عده اشياء، اولا انه لا توجد بين المرافق اللي اساسا يمكن ان تستقبل فيها القيادات اللي تعمل دورها، ثانيا ان الموازنات التشغيليه التي من خلالها انت تفتح هذه الادارات وكيفيه مباشره اعمالها وتوفير ما يكون مسوقا رجال المقاومه او ايضا المواطن بشكل عام، لا توجد هذه الموازنه وانعكست نفسها على كيفيه قطع الانتاجيه التي اساسا علينا ان نوصلها الى المواطن بشكل اكثر، لكن لا نتخوف نحن من طبيعه الامن بشكل عالي، انما هنالك اشياء يفترض علينا كدوله ان نوفرها لهؤلاء الشباب وبالتالي تجد الامن بشكل ارفع، لكن لا توجد لدينا تخوفات عاليه مثل ما يشاع علينا. نعم. دكتور، كان هناك انباء تحدثت بان الامارات العربيه المتحده بصدد يعني اعطاء الادارات الامنيه والعسكريه والشرطه في محافظه العديد من السيارات الخاصه برجال الشرطه من اجل تتبيب الامن. لماذا توقف هذا المشروع الذي كان من المزمع ان يعقد، يعني عفوا ان تصل مثل هذه الاليات والمعدات العسكريه لاقسام الشرطه قبل شهر من الان؟ لم يتوقف الامر، قاموا فعلا بذلك، وكنت ايضا حاضر في العمليه الاولى في الاستلام والتسليم، وسلمنا المفتاح الى قائد امن محافظه عدن ونائب وزير الداخليه كمرحله اولى، لكن حقيقه نحن لا توجد لدينا الجاهزيه الكامله ايضا في كيفيه عندما نريد تسليمها، لا نريد تسليم هذه الاليات الى الافراد مثل ما كانت تعمل في المرحله السابقه، بل نريد تسليمها الى المؤسسات بحيث ان كل شرطه يكون فيها متطلباتها من السياره التي يقودها القائد الى سيارة العمليات اللي تواجدها مع أفراد الشرطة. هذا الأمر نحن نعمل على كيفية تجهيز الشرط جميعا وتسليم هذا الأمر، إنما هو لم يتوقف. نعم. جاهزين وهم متواجدين معنا ونحن نعمل بتكثيف الوقت في العمل، لكن مثل ما قلت لك عملية الجانب التنظيمي في توجد لدينا المهام بشكل أسرع هو صعب. نعم. السبب ما ذكرته سابقا، علاوة على أن هناك كل المهام نظرا لما حصل من انتهاك وجمار لعدن، كل المهام هي متجهه في يوم واحد، وبالتالي تجد انك تكون ناجح في انجاز هذه المهام جميعها في وقت واحد امر ليس بالسهل. نعم دكتور. طيب دكتور، ابقى معي، انضم الينا الان المحلل السياسي ابراهيم القعطبي من نيويورك. استاذ ابراهيم مساء الخير. اهلا وسهلا، يا مساء النور. اهلا بك استاذ ابراهيم معنا في هذه التغطيه. بدايه استاذ ابراهيم، كيف تنظر انت لحجم التحديات التي ستواجه الحكومه في اليمن لا سيما بعد ان عادت الان الى عدن، وما هي ابرز المهام التي تنظر بانها لابد ان تعالج خاصه في ظل الظروف التي تعيشها البلد؟ اولا، عوده الحكومه اليوم الى عدن هو خطوه مهمه وفي الاتجاه الصحيح. كما تعرف التحديات جمة، واليمن يمر بحرب قادته ميليشيا الحوثي وصالح. ما يجب على الحكومة القيام به وبالذات في المناطق المحررة هو أن تقوم بتسريع عادة الإعمار، وعلى دول التحالف وعلى رأسها المملكة العربية السعودية ودول الخليج وأصدقاء اليمن بأن يدعموا الحكومة ويدعم عودتها إلى عدن بالمسارعة بدعمها من أجل إعادة الإعمار. نحن الآن بين مشروعين، مشروع بناء دولة يمنية حديثة تكون إن شاء الله انطلاقتها من العاصمة عدن، وبين مشروع قديم استبدادي عنصري مناطقي. فيجب أن تكون عدن والمناطق المحررة هي النموذج لليمن الجديد. طبعا المصاعب ستكون كبيرة، لكننا نؤمن إيمانا كبير بأن الشعب اليمني والحكومة يستطيعون تجاوز تلك الصعاب. الشعب اليمني ضحى بدمائه من أجل نظام ديمقراطي مدني، فيجب على الحكومة أن تكون أيضا
يعني بنفس القوة التي والتضحيات التي يقدمها الشعب اليمني. يجب أن يواجهوا تلك التحديات وأن أن 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 يخطوا خطوة قوية نحو الأمام، والشعب اليمني سيلحقهم إذا ما خطوا بالخطوات الصحيحة. فعادة العمار مهمة حتى في ظل وجود مناطق ومحافظات محتلة من قبل ميليشيا الحوثي، لكن عندما نعم إبراهيم هناك يبدو نعم نعم إبراهيم هناك هذا الاتجاه نعم إبراهيم هناك يبدو أن ملفات أهم من الإعمار في هذه اللحظة، وهي يعني الجانب الأمني والملف الأمني وترتيب حياة الناس قبل الإعمار، التي لا زالت الأوضاع الآن في عدن وفي معظم المدن التي تحررت تشكو من عدم تواجد الدولة، تشكو من عدم عودة الخدمات، تشكو من ملفات عديدة وكبيرة. إبراهيم هناك من يقول بأن يعني تعدد الفصائل في محافظة عدن وأيضا يعني فصائل المقاومة في الشارع الجنوبي وبعض الأحزاب وبعض القادة الحراك الجنوبي سيحد من عمل ومهام الحكومة، إلى أي مدى ممكن هذا الطرح يكون صحيح؟ أصلا هذا الطرح عادة يأتي من الميليشيات الإنقلابية ومن الذين يفضلون أو أن تكون مصلحتهم هي المصلحة العليا. أنا في اعتقادي أنه التنوع مهم جدا، ولا يجب أن تكون السلبيات هي من تطغي على الإيجابيات. حتى يعني فصائل الحراك في الجنوب هي تتطلع إلى بناء يمن جديد، بغض النظر على ما يدور الآن بعض الدعوات للانفصال وغيرها. الحكومة هناك قوة تحالف وراء الحكومة، هناك يعني جنود من الخارج، هناك المقاومة الشعبية، هناك الجيش الوطني الموالي للحكومة. فيجب أن هناك المصاعب يا أخي في جميع أنحاء العالم، يجد الهاجس الأمني حتى في الولايات المتحدة الأمريكية. فيجب أن لا نتعذر بالملفات الأمنية والملفات الأخرى الصغيرة، يجب أن نكبر على ذلك. الحكومة يجب أن تقدم الخدمات الأساسية، وهذا جزء من إعادة الإعمار الذي أتكلم عنه. الدول التحالف وعلى رأسها الدول الخليجية معنية بتقديم المساعدات وإعادة الإعمار لليمن لكي يستقر اليمن. بالنسبة للتحديات الأخرى الصغيرة والأمنية ستظل قائمة، فليجب أن لا نعلق كل شيء وأن يعني أن يوقف الإعمار وأن توقف عجلة التنمية وعجلة البناء بعذر أن هناك حواجز أمنية وهناك ملفات أمنية وأن هناك جيوب. يجب أن يستمر الملفين في آن واحد، يجب إعادة الإعمار، إعادة الخدمات الأساسية للمواطنين. الملف الأمني يجب أن يكون هناك ملف أمني، ويجب أن تقوم الحكومة بضرب بيد من حديد إدماج المقاومة في الجيش الوطني. هذه الأشياء يجب أن تتواكب مع بعضها البعض، لا يجب أن يتوقف جزء من 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 العملية لأن هناك جزء آخر ما زال ليس صالحا أو معطل. نعم، هذا هي الثغرات التي يدخل منها الميليشيات. بالضبط، ابقى معي إبراهيم، سأعود إلى عدن مع مدير مكتب رئاسة الجمهورية الدكتور محمد مارم. دكتور، شدد رئيس الحكومة ونائب الرئيس المهندس خالد بحاح على أن أولويات الحكومة في الوقت الراهن هي دعم المقاومة في كل الجبهات وخاصة في تعز التي تعتبر هي أقرب الجبهات المقاومة إلى محافظة عدن. برأيك ما هو هذا النوع الذي سيقدم لتعز من أجل دحر الميليشيا وتحرير المحافظات الأخرى؟ نعم طبعا، القيادات عدة من المقاومة في تعز هي متواصلة معنا في داخل عدن، ويتم الدعم اللوجستي معهم دون ذكر أسماء، لكن مستمر بتوجيهات فخامة الرئيس وايضا بتواصل نائب رئيس الجمهوريه. الامر هذا يجري اولا في كيفيه تعزيزها بالاسلحه وتعزيزها ايضا بالادويه لما يخص الجرحى. اليوم المتواجدين اعداد كبيره وعندها انخفاض في المستشفيات في كيفيه استقبال الناس. هذه اولوياتهم اليوم، مثل ما كانت هذه اولويات عدن سابقا حتى اصبحت اليوم مستقره، واصبحت اولويات عدن اليوم هي الامن واعاده الملف الاول في ملف اعاده الحياه قبل الدخول في الملف الثاني وهو ملف الاستثماري الحقيقي لقرية عدن كما يجب ان تكون. فنحن في داخل عدن بتوجيهات فخامة الرئيس ونعمل بالتواصل باستمرار وتواجدوا معنا ما نستطيع عليه وما يلجأ فيه، وتواصلنا مع الشرطة الإمارات السعوديين بما يمكنهم من التواصل ودعم هذه المقاومة. الهدف الأساسي كيفية إجلاء هذه القمة من فوق مع صدور أخوتنا في داخل عدن ومحافظة أخرى.
نعم دكتور، هذا بخصوص مثلا تعامل الحكومة في المحافظات المحررة والمدن التي تم تحريرها، بالتأكيد ستزاول عملها وتبدأ نواة إعادة الدولة شيئا فشيئا، لكن بخصوص المحافظات التي لا زالت تحت سيطرة ميليشيا الحوثي، كيف ستتعامل الحكومة مثلا مع احتياجات المواطنين في هذه المحافظات؟ الحقيقه ان المحافظات هذه لا زالت هم الحوثه ومجموعه صالح ترى من وجهه نظرها انها تقدم الخدمات لتلك المحافظات، وبالتالي تريد كيفيه ارضاء المواطن بحسب رؤيتها هي، وبالتالي بعض المحافظات لا توجد اشكاليه، لكن بعض المحافظات مثل تعز ومأرب وما عليها آله الحرب بالنسبه لهم هي موجوده وتعمل، وبالتالي ننظر نحن لهذه المحافظات، بينما لما نظرنا الى صنعاء والى ما حواليها نجد انهم يتسابقون نسبيا على وضع الخدمه التي هي اساسا ليست بخدمه، يقولون هذا كيفيه تعزيز رغبه المواطن فيهم الذي لا يرغب فيهم اصلا، لانهم دخلوا بمشروع والمشروع كان عباره عن شعارات حافظه لم يلتقوا فيها لا بالمشروع ولا بما عبدوا فيه. بالتالي المحافظات هي التي فيها وضع الناس هي طبيعه التفكير لكيفيه ايصال خدمه لها. انما المحافظات الاخرى الى حد ما الامور فيها مرضيه ربما بنفس الرضاء الذي نحن نشعر في المحافظات المحرره. نعم. دكتور محمد، قبل ان اودعك، يعني هل عوده الحكومه اليوم وعوده نائب الرئيس الى اي مدى ستمهد لعوده الرئيس عبد ربه منصور هادي لممارسه مهامه من محافظه عدن؟ فخامة الرئيس بإذن الله هو في فترة قصيرة قادمة سوف يكون بعد، ونحن نرتب له بإذن الله وستشاهدون ذلك عن أقرب وقت ممكن قد لا تتطوروا، لكن هو يعود بعد أيضا أن تبدأ اللمسات الأولى للحكومة الآن في كيفية تطبيع اجتماعاتها أعمالها، وفي أقل من الوقت لكن قريبا جدا سوف يكون متواجد في عدن، وسوف تستمر الحلقة في الدولة تسير مثل ما يريدها المواطن مثل ما يريدها العالم، انها مكتملة مع رئيسها وحكومتها وشعبها المستقبل، وتبدأ في ملف الحقيقي ملف الاستثمار التنمية الأمن الأمان التواصل مع العالم، وفي نفس الوقت سوف يجري كيفية تحرير بقية هذه المحافظات ومن العاصمة عدن إدارة كل الأمور. نعم، أشكرك جزيل الشكر مدير مكتب رئاسة الجمهورية دكتور محمد مارم، كنت معنا من محافظة عدن. وأعود إلى نيويورك مع المحلل السياسي إبراهيم القاطبي. إبراهيم، عدنا معك من جديد. إبراهيم، أنت من وجهة نظرك أيهما يعني أكثر أهمية بالنسبة للمقاومة في الداخل وبالنسبة لإعادة يعني العمل الحكومي والميداني، هل هي الحكومة أم عودة أيضا الرئيس هي مهمة وتبدو أكثر أهمية من عودة الحكومة إلى عدن؟ أنا أعتقد أنه الحكومة هي الرئيس والرئيس هي الحكومة، الاثنين مهمين ومكملين للآخر، فالحكومة يجب أن تمهد الطريق. إعادة الحكومة شيء مهم جدا لكي يقومون أو يشرعون بخطط الخطط الأمنية ويعني الخطط البنية التحتية الأولية لإسعاف المواطنين وتوصيل المياه والكهرباء وغيرها، لكن في آخر اليوم يجب أن يعود الرئيس إلى عدن وإلى اليمن، وهذا خطوة مهمة جدا من أجل استعادة الشرعية كاملة ومن أجل أن يلتف الشعب اليمني كله حوله. لا نستطيع أن يبقى للحكومة وللرئيس رجل في الداخل ورجل في الخارج، يجب إعادة الجميع إلى اليمن، لكن هناك نعرف أن هناك ملفات أمنية معقدة والوضع الأمني ليس مستقرا كاملا لعادة الرئيس، لكن يجب ان على الحكومة ان تشرع في ذلك، تأمين محافظة عدن بالكامل، منطقة العند، المناطق المحررة، وكما قلت سابقا دمج المقاومة في الجيش الوطني، ومن ثم الانطلاقة من هناك لتحرير بقية مناطق اليمن. يجب ان اليمنيين اقوياء واليمنيين محاربين في كل مكان، لا خاف، يجب على الحكومة أيضا ورئيس الجمهورية أن يكونوا بين أبناء شعبهم وأن يضحوا كما يضحي الشعب اليمني، فلذلك يجب أن يكونوا بمستوى التحديات وتطلعات الشعب اليمني. نعم، كل الخطة هذه هي مهمة في هذا الاتجاه،
يعني ننتظر عودة الرئيس في القريب العاجل إلى اليمن، وننتظر من الجيش الوطني والمقاومة الشعبية في جميع أنحاء اليمن تحرير المناطق، ننتظر من أبناء المناطق التي ما زالت ميليشيات الحوثي وصالح تحتلها بأن ينتفضوا من الداخل من أجل تسريع تحرير اليمن وإعادة الحكومة الشرعية لتعمل على جميع تراب الوطن، ومن ثم تنفيذ مخرجات الحوار الوطني والاستفتاء على الدستور والانتقال إلى الانتخابات إن شاء الله. إبراهيم، إلى أي مدى بعد أن عادت الحكومة الآن إلى عدن، إلى أي مدى يمكن للحكومة أن تساند كل جبهات المقاومة في الداخل وتعمل من أجل يعني مساندة المقاومة ويعني وتحقيق انتصارات حقيقية على الأرض، لا سيما تواجدها على الأرض هو يعني يمثل قوة كبيرة ودافع كبير لكل أبناء الوطن لاستعادة الدولة، لطرد الميليشيا من كل المحافظات؟ أنا أعتقد الأهم الآن هو يبدو من خلال التعيينات الأخيرة وإقالة محافظ عدن البكري أن هناك ما زال هناك نوعا من الطابور الخامس حول الرئيس هادي وبعض الحكومة. ما يجب على الحكومة وعلى الرئيس أن يقوم به هو تعيين الرجال الشجعان والرجال المخططين لبناء اليمن الجديد. يجب أن يكون للرئيس مستشارين حقيقيين من يعني يأتون من الشارع، الذي يؤمن ببناء الدولة المدنية لكل اليمنيين. يعني هناك يجب أن يتحصن الرئيس والحكومة بكل الكوادر المهنية العاملة التي تتطلع إلى بناء يمن جديد. إذا استمرينا في نفس الخلافات وفي نفس التعيينات فنحن سنخرج من مستنقع إلى مستنقع آخر. على الرئيس هادي أن يحافظ على الرجال الذين يريدون بناء اليمن الجديد، وأن يقصي كل أولئك الذين يتلونون بتلون الأحداث والوقائع على الأرض. نحن بحاجة إلى رجال أمثال البكري وكثير من المقاومين ورجال الدولة الحقيقيين. يكفى بتعيين كل من يبحث عن المال وعلى الوجاهة الشخصية وعلى استغلال تضحيات الشعب اليمني. هذا مهم جدا، يعني أشكرك. أن نعم. يعينوا الرجال الأوفياء للوطن. وصلت. أن يجب أن وصلت فكرتك. نعم. نعم، أشكرك جزيل الشكر المحلل السياسي الأخ إبراهيم القعطبي، كنت معنا من نيويورك. مشاهدينا الكرام، قبل أن نختم نذهب لاستعراض هذه المادة التي تكشف من خلالها المحطات التي مرت بها الحكومة وأيضا عودتها إلى عدن ومن ثم نعود. إذن مشاهدينا الكرام، بهذه المادة التي تم استعراضها عن محطات الحكومة وعودتها إلى عدن وأبرز التحديات التي ستواجه الحكومة يعني في الداخل، نكون قد وصلنا إلى ختام هذه التغطية الإخبارية من قناة بلقيس حول عودة الحكومة إلى عدن. ألقاكم إن شاء الله بتغطية إخبارية مقبلة. إلى ذلك والحين أترككم، والوطن في أمان الله. السلام عليكم.